أهلا وسهلا بكم مشاهدينا في هذه النافذة لبرنامج فلسطين هذا الصباح. اليوم وتحت رعاية هيئة تسوية المياه والأراضي والشرطة الفلسطينية تنظم ورشة عمل تناقش مشاريع تسوية المياه والأراضي لضباط ومنتسبي العلوم الشرطية وذلك في كلية فلسطين للعلوم الشرطية، وتتناول أيضا أبرز إنجازات الهيئة خلال الأعوام الماضية. نتحدث بمزيد من التفاصيل مع السيد محمد شكارني مدير هيئة تسوية المياه والأراضي. أهلا وسهلا بك معنا ويسعد صباح. أهلا فيك، الله يعطيك العافية جميعا، بنشكركم كتلفزيون فلسطين. اليوم سعدنا وتشرفنا بزيارة كلية الشرطة اللي إحنا نعتبر حالنا شريكين معهم في التوجه هذا وفي هذا المشروع الوطني بامتياز. اليوم بصراحة كان في هناك عدة نقاط يجب توضيحها في هذه الكلية، ومن ناحية الأمنية ومن ناحية المحافظة على السلم الأهلي في مشروع تسوية الأراضي والمياه. إحنا في هيئة التسوية منتشرين ونعمل في كل المناطق، كانت مناطق المسمى سي أو جي أو أي أو بي، فإحنا منتشرين في كل أنحاء الوطن، نعمل بمهمات عمل وطنية. هذا الموضوع يجب وبحاجة إلى مشاركة في المجتمع المحلي وضمن مؤسسات الدولة كاملة. أنتم تستهدفون ضباط ومنتسبي كلية فلسطين للعلوم الشرطية، حدثنا عن أهداف هذه الورشة والتي كما تحدثت فهي تتناول موضوع السلم الأهلي في موضوع تسوية المياه والأراضي. حقيقة التسوية معناها حل الخلافات والمنازعات، وحل الخلافات والمنازعات هناك بحاجة أيضا إلى ركيزة مهمة وهي الأمن، أن يكون موجود وبجانب هيئة التسوية وكادرها. للأسف هناك بعض الاعتداءات تتم على الكادر أو بعض التهديدات، هناك بحاجة للمحافظة على هذا الأمن من خلال اللي هو أن نكون في توجه واحد ضمن البوصلة الموجودة والهدف المنشود له اللي هو تسوية الأراضي والمياه وتحقيق هذا الهدف بالشكل المطلوب. اليوم عبر إشراك ضباط ومنتسبي كلية العلوم الشرطية أيضا خلال هذه الورشة تحدثتم عن الإنجازات التي حققتها هيئة تسوية المياه والأراضي، وهذه الفعالية والورشة ليست الأولى من نوعها، إنما هي امتداد لمجموعة من الورشات التي تقام في مختلف أماكن الوطن للتعريف عن هذا الموضوع وتعزيز موضوع السلم الأهلي في المواطنين. صحيح، يعني احنا اهم ركيزه موجوده عندنا صارت احنا وجدناها للتوعيه بمشروع التسويه، توعيه الناس وتوعيه الامن وتوعيه الضباط وتوعيه المجتمع المحلي. هذا المشروع اللي في موضوع التوعيه وانتشاره بحقق لنا نجاح وسهوله في اعمالنا في التسويه. عندما يعي هاي المنطقه في مشروع التسويه باجراءاتنا في التسويه يكون هناك سهوله في الانجاز. احنا حاليا عندنا حوالي 1,400,000 دونم تم انجازها بالتسويه، وهذا مشروع زي ما حكيت لحضرتك هو مشروع وطني ومشروع مهم، وإحنا بحاجة لتكاتف وتكاثر كل الجهود وكل المحيط الموجود من أجل إنجازه إن شاء الله. أيضا لو تحدثنا عن خططكم ورؤيتكم المستقبلية خلال السنوات القادمة لتعزيز هذه المفاهيم وتوعية المواطنين سواء كانوا من منتسبي العلوم الشرطية أو غيرهم من المواطنين بهذا الموضوع، خططكم ورؤيتكم المستقبلية على مدار الأعوام القادمة. يعني إحنا بصراحة خطتنا التنفيذية لمشروع التسوية بالعشر سنوات القادمة من أجل إنهاء هذا المشروع. اثنين، عملنا اليوم بداية تعاون وبداية مشاركة في هذا المشروع اللي راح يستكمله في ورشات عمل جديدة وفي مواضيع توعوية كبيرة إن شاء الله في هذا الموضوع. رسالتكم اليوم لكل من يهتم في هذا الموضوع ولتجار الأراضي ولكل من يعمل في مشاريع التسوية والسلم الأهلي. إحنا ندعو كل المواطنين من له أي حق ملكية أو تصرف أو أي حقوق أخرى بالتوجه إلى مكاتب التسوية من أجل اللي هو الادعاء في أرضه وفي طبيعة الموضوع اللي هو بيشوفه من أي حق من أي جهة. ليش؟ لأنه إحنا في عنا بعض المناطق كمان فيها نفور في عملية الادعاءات، يعني الناس مش واصلها الفكر أنه يدعي في أرضه، فيجب المحافظة على هاي الأرض، يجب أنه يدعي فيها، يجب أنه يكون في عنا مسؤولية وطنية في هذا الموضوع، فهذا إن شاء الله يكون قريبا. أستاذ محمد، أيضا في نهاية هذه الورشة لاحظنا أنه تم تبادل الأسئلة والإجابة عليها من قبل حضرتكم، وهذا يعني التعاون وتبادل الخبرات والأخذ من خبرتكم الواسعة في هذا المجال. أهمية هذه الموضوع وأهمية البقاء دائما على التواصل مع المواطنين وأفراد المجتمع بهذا الموضوع لكي لا يقعوا في أي أخطاء في هذا الموضوع. إحنا خطتنا التوعوية كبيرة وعملنا بنوسع فيها، حتى في بعض المناطق قبل ما ندخل إحنا في مشروع التسوية سنة نعمل توعية، وإذا موجود جاليات حتى فلسطينية موجودة بالخارج سنة نوصل لهذه الجاليات أكان بالأردن أو أكان في بلاد أخرى من أجل توعيتهم في إجراءات التسوية وأعمال التسوية من أجل تثبيت حقوق هاي المواطنين. توعية ضرورة وخطة شاملة متكاملة
نعمل فيها من ضمن الخطة الاستراتيجية الموجودة لهيئة الأسكان. هذه التوعيات أنتم تقومون فيها من خلال الشراكة مع المؤسسات المختلفة، مع الشرطة اليوم كانت هذه الشراكة، وهو عمل كامل متكامل لتوعية أفراد شعبنا. حدثنا عن أهمية هذا التكامل في ضرورة توعية أبناء شعبنا مع المؤسسات المختلفة وذات العلاقة. صحيح، يعني إحنا في موضوع كمان التوعية، إحنا مش الأول بالشرطة، إحنا اشتغلنا كمان مع الأمن الوطني في كل المجتمعات، مع وزارة الحكم المحلي، مع وزارة السياحة، مع وزارة شؤون المرأة أيضا. فإحنا عمليا متكاملين في هذا الموضوع، وعمليا نستهدف أي فئة نستطيع الوصول إليها من أجل تعزيز موقفنا في مشروع التسوية الذي نعتبره مشروع وطني بامتياز. مدير هيئة تسوية المياه والأراضي كنت معنا، شكرا لك. إذا مشاهدينا، إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الفقرة التي تحدثنا فيها عنها ورشة العمل التي عقدت في كلية فلسطين للعلوم الأهلية، وتناولت موضوع السلم الأهلي ومشاريع تسوية المياه والأراضي. شكرا لكم على المتابعة، وعودة إلى استديوهاتنا في رام الله. يسعد صباحكم من جديد.